ديفيد مرة تانية تجربة ناس أكاديمي. أول ما نشأت ناس أكاديمي كان السبونسر عنده استعداد إن هو يمولها ومش حاطط في باله في أول 5 سنين إن هو يحقق أي بروفيت. سؤالي لحضرتك، هل النهاردة الدخول في مجال الفوكيشنال ترينينج بانترناشنال ستاندردز والكارير ديفلوبمنت مجال النهاردة أي مستثمر صناعي ممكن يخش فيه ويجنريت ريفينيوز ويحقق بروفيتس؟ وده يتحقق ازاي علشان اشجع مستثمرين اخرين ان هم يعملوا ريبليكيشن للتجربة الرائدة دي؟ شكرا جزيلا دكتور خالد، شكرا جزيلا للسادة الزملاء على البانل وكل السادة الحضور. اجابة على سؤال حضرتك هي حسبة مزدوجة شوية. لو احنا بنتكلم على الدايركت انفستمنت للمستثمر عشان يستفيد من عملية التعليم الفني ويقدر يطور منظومة حديثة لتخريج طالب، في الوقت الحالي هقول رقم ممكن يودينا للنتيجة. احنا لما بنفتح مدرسة جديدة وبنعلن عن ان احنا محتاجين 200 طالب بيتقدم لنا اكتر من 3000، والناس بتسأل احنا ممكن نعمل ايه علشان نقدر ندخل المدارس دي اللي هي بتقدم تعليم ذو قيمة. فده ممكن يفتح الباب في المستقبل. طبعا احنا مدرسة التكنولوجيا التطبيقية في الوقت الحالي هي كلها is for free والطلبة بتقدم تعليم مجاني، ولكن ده ممكن يفتح الباب في المستقبل مع تغيير النظرة المجتمعية للتعليم الفني انه يكون تعليم خاص، يكون تعليم بمصروفات دراسية، لانه خلاص انا مش هيكون عندي الرغبة في البعد عنه او ان انا اروح في اتجاه التعليم العام عشان التعليم الفني ليه نظرة شوية كانت في الفترات اللي فاتت اكتر من دلوقتي دونية. لو بنتكلم على المستقبل محتاجين نرجع نبص شوية على الماضي علشان نقدر نحلل هو ده ممكن يتحقق على ارض الواقع ولا لا. احنا كانت نشأة الاكاديمية في الاحتفال الخمسيني لمجموعة سامي سعد الصناعية، وكان الغرض من ده هو الاستثمار في 50 سنة اللي جاية. والمشكلة عندنا في مصر احنا كأحد شركاتنا مطور صناعي وعندنا حوالي 35 شركة منها شركات صناعية، لما بنيجي نستدعي فورين دايركت انفستمنت بعد ما بيلاقي الارض ونوعده ان احنا هنسهل له الاجراءات، السؤال الاساسي بتاعه فين العمالة؟ هقدر اكبر خط انتاج واثنين وثلاثة ازاي؟ فجت فكرة اكاديمية ناس ان احنا نبتدي كقطاع خاص ندخل بنموذج فاعل، وحطينا على عاتقنا خدنا الرؤية ان احنا نكون لاعب اساسي في تهيئة نظام لتأهيل العمالة وتمكين الصناعة ان هي تكون more competitive عن طريق عمالة فنية مدربة ومؤهلة. ومن الجانب التاني طرف المعادلة الاخر الشباب اللي هو باحث عن عمل وما بيلاقيش حد بيستثمر فيه، بنقول له احنا بوابتك للاحتراف. وعشان مصر ما فيهاش ندرة في الموارد، كل حضراتكم عارفين والسادة اللي سبقوني على البانل الصبح حجم الريسورسز اللي موجود في مصر واللي موجودين حاليا كلنا نقدر نتكلم عنه. خدنا على عاتقنا فكرة how to transform الريسورسز اللي موجودة، سواء كانت physical resources او سواء كانت manpower resources human resources اللي هم المدرسين والمعلمين. والعاطق اللي خدناه على عاتقنا التاني ربطه بالصناعة، والجزء الثالث شراكات. احنا النهارده بنشرف باداره 8 مدارس للتكنولوجيا التطبيقيه من خلال شركائنا، شركات مختلفه منهم الشركه المصريه للاتصالات ووزاره الاتصالات، 6 مدارس للتكنولوجيا التطبيقيه، مدرسه مع طلعت مصطفى ومدرسه مع بيتك، ده قطاع خاص. هاجي بقى لإجابة حضرتك، يعني أنا جاوبت على الشق الأولاني بطريقة أنه ده الاستثمار المباشر. طيب الاستثمار الغير مباشر، هل أنا لما بتبنى مدرسة للتعليم الفني لشركتي وباسم شركتي، هل ده return of investment عليا؟ بالتأكيد، لأن أنا بلاقي عمالة مدربة مؤهلة من السنة الثانية بتدخل تشتغل على خط الإنتاج أو في مصنعي، بقى لويا اللي فببني الكالتشر بتاعتي، ولما بيتخرج انا اول المستفيدين بيه. لو عايز اعين كل الخريجين هعينهم. هل ده ملوش تكلفه؟ ده ليه تكلفه مش عايز استطرد في شرحها، ولكن هي 5 عوامل مختلفه كل عامل منهم مكلف، من اول الاعلان عن الوظيفه لحد التريننج والدامج اللي بيحصل اثناء التريننج من العامل اللي هو بيتدرب، بدون الدخول في تفاصيل. فاحنا بنساعد او بنقدم نفسنا كنموذج لبناء الموديل، بنقول انه
علشان نقدر نحقق ده لازم عينينا تبقى على المعيار الدولي. فكل برنامج متخصص بنبدأه في أكاديمية ناس أو في المدارس اللي احنا بنشتغل فيها هو عينينا على الانترناشنال بنشمارك، وأسمينها الشقين شراكة مع الصناعة عشان الصناعة بتصدق الصناعة. لما اجي اقول انا بخرج فني ميكاترونكس واوتوميشن ويبقى واخد شهادة معتمدة من سيمنز ليها وزن، وعلشان برضو بنحترم الكواليتي سيستمز لان هي الاساس والاكاديميا بنحصل برضو على اعتماد دولي للمدارس بتاعتنا. وللديجيتال ترانسفورميشن طبعا احنا التعليم مش هيتطور ومش والمودلز مش هتبقى سكيلينج اب بشكل جيد في الفترة اللي جاية الا لما يكون في ديجيتال ترانسفورميشن حقيقية بتحصل في التعليم. فابتدينا نقدم دلوقتي منصة ناسنا التعليمية، هي ليرنينج مانجمنت سيستم وسكولز مانجمنت سيستم، وبتاخد التدرج في خدماتها من اول اونلاين كورسز للعمالة اللي هي موجودة بقى في محافظات ونفسها تتأهل ومحدش وصل لها انه يقدر يحضر كورسز، ولحد ادارة المدارس بمنظومة الجدارات والاختبارات المربوطة بالجدارات. فبالتالي هو احنا بنحاول نكون فاعل اساسي بنموذج متكامل علشان يشجع الصناعة زي ما حضرتك تفضلت انها تبتدي تستثمر بشكل اساسي في التعليم الفني. شكرا يا فندم. شكرا ديفيد. ديفيد وسط الكلام اللي قاله ديفيد والعرض القيم على ناس اكاديمي وتجربتها واخر نقطة فيها الخاصة بالديجيتال ليرنينج من خلال ديجيتال بلاتفورم يدي برامج عن بعد، انا استرعى انتباهي مفهوم جديد كنا طول الوقت لحد النهارده بنتكلم على public private partnership triple P. النهارده هو قدم حاجه جديده اللي هو الكواترو P اللي هو private public partnership. مؤسسات قطاع خاص خاضت غمار التعليم الفني زي كده اهو تشتغل مع مصانع لتطوير مدارس ومراكز تدريب تابعه للحكومه. إذن عندي النهاردة كونسبت جديد بيتقدم، فكرة الـ private public partnership، حاجة جديدة النهاردة بنطلع بيها. شكرا ديفيد.